بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هناخد annotation في اللون بوك، الا وهي at not null. قبل ما احط annotation، تعالى اقول لك ان انا مثلا تخيل معايا ان انا في الكريت ديت هبعت ايه؟ هبعت متغير وليكن مثلا student، هبعت student student او student student، تمام. خلينا هنا اكننا بنبعت في البارامتر هنا student student، واللي student ده باخده احطه هنا، تمام. فالفانكشن دي المفروض هتستقبل ايه؟ اللي student بتاعي، تمام. فانا محتاج هنا تشيك اف الستودنت ايكوال او دوت، او خليها ايكوال نل. لو هي بنل حرمي نيو نل بوينتر اكسبشن، واقول له ايه؟ واقول له ان الستودنت مثلا is marked at not at not null but is null. يعني بكل بساطه ان انا عاوز اتشيك ان الاوبجكت اللي اسمه student لازم يكون مش ايه؟ لازم يكون مش null. لو انا بعت له بقى هنا بنل، ركز معايا، وجينا نعمل rerun، تمام؟ كده بعت ايه؟ بعت الاوبجكت اللي هو create ده بنل، تمام؟ بعته بايه؟ بنل. هروح هناك هعمل هنا بس ايه؟ ريلود. هتلاقي حصل اكسبشن اللي هو ايه؟ هتلاقيه قال لك student is marked at non null but is null. انها marked، انها يعني ايه؟ لازم ما تكونش null بس هي بنل. فلما الاكسبشن عادي جدا ما فيش اي مشكله، تمام. لو انا بقى بدل ديت عاوز استغنى عن ديت واشوف انوتيشن جميله في اللون بوك، تقدر تعملي نفس الموضوع. حاجه هنا واقول له at نون نل، تمام، وهعمل ده كومنت. حلو حلو، واعمل ريران. تعالوا نشوف هل هيعمل نفس الفكره ولا لا، تمام. هنروح هناك اهو، شايف نفس الايه؟ نفس الفكره. قال لك ايه؟ student is marked non null but is null. اذا في ناس بتكون عامله في الابلكيشن فانكشن بيتشيك هل الاوبجكت مثلا هل هو نل ولا مش نل، وعلى اساس بترمي النيو اكسبشن اللي هو النل بوينتر اكسبشن والايه والرساله ديت. لا، انت ممكن تحط ات نل، تمام، وايه؟ ممكن تحط ات نل نل، بحيث ان لو الاوبجكت نل هو هيعمل لك الاكسبشن ده بنفس الايه؟ بنفس الجمله. فيها مشكله؟ ما اعتقدش ان فيها اي مشاكل خالص، وموضوع سهل وبسيط وحاجه بسيطه جدا، ومعانا برضو ناخدها في طريقنا. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الانستا تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.